هذا التمرين اعطيناكم اياه وردناكم تحلونه. طبعا هو منطيك امثله علي. We have many books. Do you have any books? هذا سؤال عادي. طيب لو قال لك make information questions انت تريد تكون سؤال معه. طبعا هو هنا قايل لك يعني قايل لك كون سؤال yes no question للتنبيه. وارجع واقول واعيد الف مره لما يقول لك change او make yes no question يعني معناها تبدا السؤال بفعل مساعد do او does هذا بالمضارع البسيط. لما يقول لك answer with short معناها تجاوب yes او no والفاعل yes او no والفاعل مالت الجمله yes he does no he does not yes i do no i do not. هذا جوابك لازم يكون هذا جوابك هنا هيجي لازم يكون. طيب زين لما يقول لك information question لازم تحط أداة سؤال حسب الجملة فهنا هو طبعا منطيك أمثلة يعني نعطيك امثله عن الـ questions information عن سؤال المعلومات. واحنا البارحه ايضا للدرس السابق حلينا. اذا احنا اخذنا بالمحاضرات السابقه يعني هسه يعني اللي ما شايف المحاضرات السابقه واللي ما قاريهن مدارسهن مو بس شايفهن ودراسه هنا راح يواجه صعوبه حقيقه يعني راح يواجه صعوبه. طيب هنا شوف هنا هو راح يحجر لك خط جوا الشيء اللي تسأل عنه واحنا نطينا يعني كل جملة واستخدامها. من يقول لك to class إلى الصف هذا مكان راح أقول له where do we go every day we arrive on time وقت يعني الوقت كذا كل هذه التفاصيل أخذناها. أكو سؤال عن هذا استفسار شيء ما واضح أنا حاضر. بالنسبة لتمرين اتش يقول repeat the given sentences substituting a pronoun for the word. هنا منطيك كلمة وقايل لك استبدلها بضمير الفاعل. تتذكر لما نطيتك على ضمائر المفعول به لما قلت لك احفظ لي ضمائر المفعول به راح يجيب لك كلمة وراح نستبدلها. واتذكر كلش زين حتى قلت لك بوقتها مثلا يجيب لك ندى تحط له hair. إذا أجيب لك أحمد حط له هم. إذا أجيب لك مثلا بوك تقول له إت. هذين نصاً إذا نجبت لك إياهن نصاً حطت لك إياهن. فأنا أشوف التمرين إنجليش مستبدلة بإت. ليش؟ لأن الإنجليش غير عاقل. طيب يقول بيتي ناوز جاك. جاك مذكر لو مؤنث؟ مذكر راح أحط هم أقول له بيتي ناوز هم. هذين وين؟ ذن ضمائر المفعول به اللي أخذناهن باليونت. واضح لو مو واضح؟ شوف النقطة رقم 3 هسا اريدك انت تحلها. She sees the boys every day. هنا boys ايش راح نستخدم لها يا ضمير؟ ال he لو she لو ال it لو them ايش راح نستخدم لها؟ he likes music and he listen to music. music هنا music هي شيء غير عاقل. it نعم فنفس الكلام وهذا هيجي راح تحل البقية. عاقل أخلي له هي أو شي حسب الجملة أو إذا جمع حط له ذم. غير عاقل أخلي له إت. غير عاقل أخلي له إت. خلص غير هاي ماكو. من عندي هاي رقم 12 He doesn't learn language. هنا language شنية غير عاقل أخلي له إت. خلص هذا ينتهى غير ذني بعد ما أريد اي شيء خارجي ما اريد. لا تعمق بالموضوع زايد واشياء احنا ما نستفاد من عندها اصلا. هذا اللي اريد اقول لك اياه. في تمرين اتش المطلوب هو اكتبوها ملاحظه في تمرين اتش المطلوب هو استبدال الكلمه بضمير مفعول به. مناسب.
في تمرين اتش المطلوب هو استبدال الكلمة، طبعا الكلمة اللي هو راح يحدد لك اياها اكيد، بضمير مناسب، ضمير مفعول به مناسب حسب الجملة، حسب الجملة. طيب هسه اكتب لي يمك، اكتب لي يمك، اكتب لي يمك. هسه لا تلاحظ، هسه راح نكتب الكلمة، يعني الكلمة وقدامها الضمير. عاقل ات، عفوا غير عاقل ات، غير عاقل اكتب لي اياها ات، هاي اولا غير عاقل ات. زين زين مذكر هم، مذكر هم، المذكر هم جاك مثلا هم. المؤنث هير، المؤنث هير. استاذ المؤنث شنو؟ هير، هير، her. الجمع them، الجمع تختار لها دائما من تجيك them. يعني من تشوف كلمة جمع حط لها ذم وخلاص، جمع، مذكر، مؤنث، جماد، أي شيء. يعني هسه مثلا عندي those dinners، هذه ذم خلاص، ذم. مثلا عندي movies، ذم. يعني الذم هي للمذكر وللمؤنث، للعاقل ولغير العاقل، الجماد والغير جماد، كلهن الذم هي تشتغل على الكل. هنا هنا بهذا التمرين الاخرى يقول ask ask this student nearest، اسال اقرب طالب عليك سؤال معلومات عن نشاطاته اليوميه. يعني كون سؤال، ما انا حقيقه هذه التمارين ابد ما اشوفها تجيب بالامتحان يعني، ولا راح يجيب. فبالنسبه للتمرين هذا يقول طالب اول وطالب ثاني، واحد يسال واحد يجاوب. طبعا هاي المفروض بالصف، يعني هو المفروض يعني كاستاذ بالجامعه اكو يقوم طالب والثاني يقوم بصفه ويساله ويجاوبه، يعني هاي نقاشات. يعني تمرين كي هم نفس الحاله، قال لك change the pattern of the once required by the different places destination. انا يعني قايل لك غير، we go to school every day، غير لي بهاي الكلمه. مثلا هم we go home every day، هذا وين؟ هذا بالجدول اللي قلت لك عليه، كلش مهم. هنا من تقول له I go to home أو go to the home every day، هنا تحصل صفر مرتب يلوق لك. بس ذني غير هلا تقرا لي. هسه أنا مثلا هوم، الهوم تتذكرون لما نطيتكم اياها قلت لك لا تختار لا تو ولا ذا، قبل جو هوم. هنا هاي مثل الاختيارات يعني. هسه نجي مثلا على لايبراري، لايبراري مكتبه، لايبراري ايش تاخذ؟ موجوده بالجدول. هوم ما تاخذ كل شيء، سيتي المدينه ايش تاخذ؟ البيت ايش تاخذ؟ الداون تاون، ذني كلهن موجودات بالجدول. من خلال الجدول راح تعرف يا هي تاخذ التو ويا هي تاخذ الذ، الجدول اللي انطتك اياه بالمحاضره السابقه. ارجع اقرا، ركز لي علي لان مهم، ركز لي علي لان مهم، وهذا يجي بالامتحانات. هذا تمرين مهم، هذا تمرين مهم. هذا الجدول طبعا صفحه 25، هذا جدول صفحه 25. هنا عندك الاسايمنتس، الاسايمنتس تقريبا هي كلها مو مهمه ما تقرا. يقول لك اكتب انشاء، هو انت عندك جرامر يعني،
هذا الكتاب يتدرس بكل جامعات العالم تقريبا، يعني مو كل بس في اغلب الجامعات، يعني الجامعات العربيه، جامعات دول الخليج، جامعات يعني بافريقيا، جامعات بامريكا، يتدرس يعني هو كتاب نحو حاله حال اي كتاب عالمي. فهنا يعني اكو جامعات من درسه ينطون انشاء وينطون هيك امور ويتناقشون بيها، بس احنا كجامعات عربيه ما حد ينطيك انشاء، لان احنا عندنا موضوع يعني كتاب كامل اسمه الانشاء ندرسه غير هذا المنهج. فهذه لما يقول لك اكتب انشاء لا تقراها، بس ممكن يقول لك اكتب 5 جمل عن الوات والهو، اي ممكن تجي، وهذا يعني عام عادي ممكن يقول لك كون لي سؤال بصيغه الهو والوات، ولكن نادر ما يجي يقول لك بس صيغ لي سؤال ما ينطيك جمله. المتعارف عليه انه ينطيك جمله ويجر لك خط جواها ويقول لك كون لي سؤال، وتحدثنا على هذا الموضوع احنا واعتقد فهمته. تقرا تفهم، ما تقرا ما راح تفهم. عندنا هنا بهذا الريفيو المراجعة يقول change the following statement to yes no questions. هذا سؤال واضح، إذا يقول لك حول ليها إلى yes no questions and answer وجاوب. فقايل لك we are in the class، شلون أسوي هالسؤال؟ راح أقول are we مثلا in the class، are we in the بدال class مثلا. أنا أسأل، أنا ما أدري بوين هو، أنا دا أسأل، أنا ما أدري بهو بالصف. مثلا أقول له we are in this class، مثلا أقول له are we in home، are we in home، هل نحن في المنزل، are we in مثلا institute في المعهد، are we in center في المركز. طب هذا كونت سؤال اريد اجاوبه، اقول له yes we are، no we are not، بس لا اكثر ولا اقل. انا دائما يعني لما اشوف يعني فعل مساعد اوكي اضبط، بس لما ما القى مثلا ما عندي، اذا ما عندي فعل مساعد ايش راح اسوي؟ راح استخدم do او does. We understand the lesson، راح أقول do we understand the lesson، خلاص. سويها سؤال نفي أقول we do not understand the lesson. ليش استخدمت الدو؟ لأن مضارع بسيط. زين. بس تجيب لي جملة يعني هي شيء. هاي we understand the lesson، هاي شوفي هاي we understand the lesson. هاي هنا ما عندك فعل مساعد، استخدم الدو والدوس. لأن المضارع بسيط. وإحنا انطينا وقلنا بالقاعدة المضارع البسيط للأفعال المساعدة مالته do أو does. We understand the lesson. شنو المشكلة بهاي الجملة يعني؟ وين المشكلة اللي قاعد تواجهينها أنت؟ بس سمعتك صوتي قطع شنو وين؟ يعني ما أريدك تدوخ. أنت من تشوف we understand the lesson هنا. هاي الجملة مضارع بسيط. طبعاً ليش؟ لأن فعل مجرد. إحنا مو قلنا مضارع بسيط فعل مجرد. We understand the lesson. طيب بالماضي طبعاً شلون أميزها عن الماضي؟ الماضي بيها ED. مضارع المستمر بيها ING. يعني كل زمن إلى أدواته. الآن أنا من قلت we are in the class، هنا عندي are فعل مساعد أنف واسأل بي. زين إذا ما عندي فعل مساعد استخدم الدو أو تص. يعني موضوع بسيط، يعني أنتوا لحالكم كبرين السالفة. Some student understand everything. Do some students understand everything؟ يا بلاش خليته do جمع، لأن عندي students جمع. They are lucky. هنا عندي الار هي نفسها أنف واسأل بيها. هنا لقيت هم أقولها do they get good grades؟ نفي، إذا أردنا فيها أقول they do not get good grades، مثلا ردتها نفي. ردتها سؤال أقول do they get grades good grades، جواب yes، جواب قصير yes they are، no they are not. George is lucky، George is lucky، George هو محظوظ. أردها سؤال مثلا أقول is George lucky، أقدر أغير حتى لو أغير أقول is George مثلا sad حزين، عادي يصير مو مشكلة، لأن أنا قاعد أسأل عن جورج، أنا ما أعرف جورج هو شنو وضعه هسه. أنا هو جاوبني، هو قال لي George is lucky، أنا اللي أسأل سؤال فأقول is George sad حزين. طيب أريد أجاوب أقول yes he is، no he is not، خلاص. He works hard. الآن هذه الجملة مضارع بسيط، شلون عرفتها؟ لأن بها الشخص الثالث. شلون أنفي بها؟ راح أستخدم الدو أو does. طبعا هنا مضارع بسيط، فاعل مفرد he، راح أقول he does not work hard. سؤال does he work hard؟ نعم نشيل S، نعم نشيل S، لأن does هي عوضت. أي أريدها جواب قصير yes he does، no he does not.
يعني والله ما اعرف ايش بيه هذا التمرين وخايفين من عنده. وهاي المواضيع مواضيع جدا بسيطه واشياء سهله، مجرد تكون جمل وتراكيب يعني كل شيء، يعني ما بيها اي شيء. اكو سؤال، اي سؤال على هذا صيغه السؤال لما يقول لك yes no questions، هاي تكوين السؤال yes no question، هذا معناها تخلي do او does. من يقول لك yes no questions تخلي do او does، طبعا بالمضارع البسيط يعني تخلي yes او no. من يقول لك yes no questions يعني بمعنى تخلي do او does، هاي صيغة السؤال مال do والdoes. إذا سؤال معلومات يعني يريد what to wear، أداة سؤال يقول لك make information questions، والله ما أعرف حقيقة يمكن عدتها 17 مرة هاي الملاحظة وبعدكم تسألون عليها، ما أعرف بيها سحر هاي السؤال، ما أعرف شنو القضية حقيقة. 17 مرة عدتها ويجيك واحد يسألك يقول لك أستاذ شلون صيغة السؤال، ألف مرة قلت عيني. لما نجيك صيغة سؤال يقول لك yes no questions بمعنى يريد do أو does، خلاص زين. من يقول لك أداة سؤال يقول لك make information question، وجر لك خط جو الكلمة اللي يريدك تسأله. من يريد جواب يقول لك answer، جاوب short response، جاوب جواب قصير، وانت راح تقول له yes او no. هذا التمرين اول مطلب قايل لك سوي لي yes no question، بعدين طلب اخر قايل لك make information questions، طلب اخر قايل لك سوي لي سؤال معلومات على الاشياء اللي موجودة بالخط المائل. من قايل لك we are in class، شنو معناها هنا؟ نحن بالصف، إذن هذا مكان، راح أقول where are we. طيب استخدمت بالبداية ال where، خوش حكي، وراها استخدمت ال are لأن سؤال، إحنا مو قلنا بالسؤال نخلي الفعل بالمساعد، where are we، وحذفنا in class. ليش حذفنا in class؟ لأن هذه هي سؤال، إحنا قلنا الجواب نحذفه، لأن إحنا قلنا سؤال الجواب نحذفه. النقطة الثانية قايل لك we understand the lesson، احنا نفهم الدرس، شلون راح اجاوبه؟ راح اقول له who understand the lesson، انتهى الحل. بس احذف الوي واحط هو بدالها، ليش؟ لانها فاعل. طب كتبتكم ملاحظة عن الهو، قلت لك الهو اذا تجي لما تستخدم الهو لا تستخدم لا فاعل ولا فعل مساعد، ليش؟ لان الهو هي اصلا فاعل. هسه هنا they are lucky، هم محظوظين، who are lucky، who are lucky، بس حذفت they وحطيت بدالهم where. they get good grades، who get good grades، خلاص بس احذف they وحط بدالها who. اذا لما يكون السؤال عن الفاعل بس احذف الأداة وحط الهو بدالها. اكتبها ملاحظة، عندما يكون السؤال عن الفاعل فقط نحذف الفاعل ونضع بدله ذي هو، عفوا هو. النقطة رقم 6 يقول لك جورج از لاكي، راح اقول هو از لاكي، خلاص بس خليت الهو بالبداية. رقم 7 قال لك هي وركس هارد، هو يعمل بجد. هنا السؤال عن الوركس، طيب هنا الوركس يعني انا قاعد اسال عن الوركس يفعل، شلون راح اجاوب؟ راح احطه بدال دو، راح اقول وات هي داز ورك هارد، وات داز هي ورك، وات داز هي ورك. اكتبوا له ملاحظه، عندما يكون السؤال عن الفعل من يسألك يجر لك خط جوا الفعل ويقول لك اسأل عنه، عندما يكون السؤال عن الفعل نضع بدلا عنه do، نخلي بدال do، يعني ايش دا يفعل، ايش دا يعمل؟ he works hard. بس سؤال، هو السؤال الان يمي مو واضح الشاشة، اللي يمكم كتاب، هو الخط المائل جوا وركس، لو وركس هارد اثنينهن، اعتقد اثنينهن صحت على الهارد، هم اي على الهارد،
دكتور يعني اذا كان الفعل لا بس سؤال، ما هو هسه الخط لا الملاحظه هاي الغوها لا تكتبونها. ليش؟ ليش لا تكتبونها؟ لانه الخط اعتقد عليهن اثنين هن، يعني من سالك عليهن اثنين هن لا السؤال راح يختلف، بس هو هنا سالك علي يعني سالك على الهارد. الهارد ظرف، احنا من نريد نسال عن الظرف نقول هاو، هاو داز هي ورك، كيف يعمل؟ الجواب هي ورك هارد. هاو داز هي ورك راح اسال بهاو، ليش؟ لان الهاو اداه انا ما عمدا اعرف الخط وين بالضبط، هل عن الورك لو عن الهارد لو عليهم اثنينهم. المهم اكتبوا لي ملاحظه يمكم، عندما يكون السؤال عن الظرف، طبعا شلون تعرف ظرف؟ دائما يجي ورا الفعل، يعني مثلا هارد يعني بجد، اكيد بجد ظرف، يعني هي اصلا هي كلمه هارد تعتبر ظرف، اكتبوها يمك ملاحظه هارد، واي كلمه تنتهي بالواي تعتبر ظرف، كلمه هارد واي كلمه تنتهي بالواي تعتبر ظرف. عرفت شنو يعني الظرف؟ عرفت شنو يعني ظرف؟ جاوبني، عرفت شنو معنى الظرف؟ هارد واي كلمه تنتهي بالواي هذا هو الظرف. الكلمه شنو تنتهي بشنو؟ بالواي. هسه السؤال عندما يكون السؤال عن الظرف الهارد ظرف واي كلمه تنتهي باي ال واي وكمل شنو بعد؟ نعم نكمل. سوف نسال باداه السؤال هاو كيف، سوف نسال باداه السؤال هاو، هذه هي اداه السؤال اللي راح نسال بها، ونفس الحكي ونفس القاعده ونفس النظام. يعني راح اقول حسب القاعدة اللي عندي how does he work وانتهي. ليش؟ لأن هو سألني عن الظرف. ليش خليت does؟ لأن الهي فاعل مفرد. طيب بالنسبة للحل راح تصير الحل how does he work، how does هي ورك حسب القاعدة، الهاو أداة السؤال، الدز الفعل المساعد، الهي الفاعل، ورك هي الفعل، وهارد هي السائل عنها جر خط اللي جار خط جواها، لأن هذا ظرف، هذا ظرف. طيب من يحل لي رقم، طبعا هنا he gets good grades، he gets good grades، good grades غير عاقل، غير عاقل. راح اقول what he what does he get، what does he get، what does he get. رقم 8 what does he get. ليش؟ لان الفاعل مفرد خليت الداز. طيب ليش استخدمت الوات؟ لان عندك good grades جماد غير عاقل. رقم 9 قايل لك he has three brothers، لديه ثلاثة اخوة. طبعا انا قاعد يسألني عن الهو عن الهي الفاعل، بس اشيل الهي احط بداله هو خلاص، بس راح اقول who has three brothers، who has three brothers، بس خلاص. ليش هنا السؤال هذا بيه مطلبين. المطلب الاول قايل لك حول ليا الا يس نو كويستشنز، الا يس نو كويستشنز. طيب اول مطلب من يقول لك مثلا، من يقول لك هي هاز 3 براذرز، شلون نحولها سؤال؟ راح نقول داز هي هاف 3 براذرز. طبعا ليش خليت لها داز هي هاف؟ ليش ما خليت هاز؟ لأن سؤال، احنا قلنا بالسؤال يكون الفعل مجرد، الهاز نسوي هاف، راح نقول does he have three brothers، does he have three brothers. طيب
بس لما انا قايل لي بأداة سؤال راح اشيل الهي واحط الهاز واكمل الجملة مثل ما هي. هنا عندك مطلبين، المطلب الاول yes no questions والمطلب الثاني what أداة سؤال، فكل سؤال وجوابه واحد، لا تشبكون واحد بثاني، الله يرضى عليكم، كل واحد واحد. اذا اعيد للمرة الالف، هنا السؤال هذا بمطلبين، اذا قايل لك does تقول له does he has have three brothers. طيب استاذ الهاز ليش خليناها هاف؟ لانه الهاف لازم تجيني ورا الدو، يعني انا مو عندي دو لازم احط وراها فعل مجرد does، انا عندي does، does he have، احنا مو قلنا بالdoes نخلي فعل مجرد، does he have three brothers. ليش سويناها does he have three brothers؟ لانها سؤال وبالسؤال يكون الفعل المجرد، الهاز مو مجرد، الهاز مو مجرد، الهاز اذا المجرد مالته هاف. من نريدها بسؤال أداة سؤال راح نقول هو هاز ثري براذرز، كل شيء ما راح اغير بيه، كل شيء ما راح اغير بيه، لان الفعل المجرد بس ويا دو داز بس. عادي يعني وات داز هي دو ماذا فعل، او وات داز هي جيت ماذا حصل، او وات داز هي وورك، يعني كل شيء، المهم هو نفس الشيء، هو الجيت معناها يحصل والدو يعمل، يعني نفس الشيء، اذا قلت دو او اذا قلت جيت اثنينهم صح، مو ماكو مشكله يعني. تمرين سي يقول read the following sentences aloud substituting a pronoun or a place word واستبدلها بمكان او ظرف او ضمير. طيب يقول لك we have classes in this room three times a week، احنا عندنا دروس بهاي الغرفة. الجملة الثانية ايش قايل لك؟ قايل لك I listen to Mr. Allen. الان Mr. Allen راح احذفه وراح اخلي بداله him، ليش؟ لانه عاقل. طيب يقول Mr. Allen help the students in this class، في هذا المكان. طبعا انا in this class هذا ظرف، استبدله بظروف، ذن ظروف اللي قلت لك عليهم، ذني قلت لك شوية ظروف ذني مهمة ركز لي عليهم لان راح يجن بالامتحان. هنا هو ما رايد من عندي شيء، هنا بالامتحان حقيقة هو طالب مطلبا، اذا يعني الفاعل عاقل اذا ضمير عاقل نحط له هم، اذا غير عاقل حط له اذا جمع نحط له ذم، وهنا ذن ضمائر هم مهمات نحتاجهم راح نستبدل بعض الاحيان راح نستبدل بهم ضمائر، راح نستبدل بهم ضمائر. وايضا لا تنسى من يقول لك in the morning in the afternoon حسب الجملة، هذا نتراكيب مثلا الانتج ويا الذي، الان الات تجي ويا النون قبل ما تجي ات ذا نون، بس تجي ات نون، ات نايت، اون ساترديز، اون مو تقول لك ات ساترديز يقول لك جمله خطا، انت طبعا خطا، هي مو ات ساترديز انت ما منتبه عليه، عبالك اون، عبالك اون تقول لا صح، لا هي غلط، تقول له اون ساترديز مو ات ساترديز. فيعني اعتقد هذا التمرين ما بي اي، ات هير هاوس، ات هير هاوس بمنزلها. ما بالله مثلا راح اذا جاب لك اداه سؤال وقال لك اسالني بهذا السؤال ايش راح تجاوب انت؟ من يقول لي ايش راح يكون الجواب؟ وين وش هي العفو؟ وين وين ليش؟ وين وير؟ عفوا وير و ليش؟ وير داز وير داز مسز آلينز serve tea. العفو هذا ماضي بسيط، مضارع بسيط. The Chinese students like tea. ايش راح نستبدل بيا ضمير؟ تي شاي. It. اذا اردتك تسال عن الات تقول What do Chinese students like؟ حذفت التي. ليش استخدمت الوات؟ لأن التي غير عاقل.
بالله مستر آلنس أريد أكون عليها صيغة سؤال. شو راح أكون عليها صيغة سؤال؟ راح أقول who serves cookies with tea. حذفت الهو لنهاية وخليت أداة سؤال كمان. هذا كل ما يوجد بالنسبة لهذا التمرين. اقرؤوا هذا التمرين رجاء أخو اقرؤون هاي التمارين، اقرؤوهم زين وركزوا عليهم، لا تخلون المادة تتراكم عليكم.